هاي بنات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. معكم ابتسام الانصاري من دبي. اليوم حتكون في منافسه قويه جدا 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 بيني وبين مين حصه صانع يا ويلك مني. راح تكون معانا عليا الشمري، راح احط لها ميك اب بنات. المهم حصه صانع، خليكم مستعده لتفقيع الوجه. معاكم حصة صانع، اليوم جايين دبي عشان نتذابح انا واملو. يا ويلك يا املو مني. انا مو بقولك انتي خسرانه، بس يعني انتي خسرانه اكيد، مليون في المية انتي خسرانه. اليوم راح اسوي لوك سوفت سموكي، راح يناسب تقريبا كل الملامح، وتقدرون تستخدمونه عادي، تقدرون تحطونه بشكل يومي. حصة شبكتي مني، اعترفي. اسفة عذبتيني، خدتي مني بيوتي بلندر حقتي، يلا رديها. اسفة، كافي للرمش اللي انا، الرمش الاسمراني يمكن استغنيت عنه، بس خالف قولي اسفة. راح اشلع من عين. الرمش الاسمراني اللي سرقتي مني. ذلتنا على الرمش. شوف عبالك هينا الرموش، ما زل يا ربي الرموش. ناشفين يا الجماعة، ناشفين وايد ناشفين. حبيتك وانتي قاسية. وش حبيتي؟ عيدي ما سمعتك. تقفر الله، ما بقى شيء، ما بقى يا ربي كل شيء حطته بحضنك. ايش تبين؟ ما بقى شيء، ما بقتيش بقى. طلع عندي اي واحد. الحمد لله والشكر، ها وجبت القطع. يعني انا اشتي اخذ حمر واحط بارده مبرده بكل برود. طبعا الاخت تبوك ولا انت شفتي حاجه؟ كثير انبسطت في تجربتي مع باتل اوف ذا ارتست. تسلينا وانبسطنا، لعبنا، كان تحدي كثير حلو، والاحلى انه كل وحده تميزت في شغلها وابدعت، وكان شغلهم كثير نظيف وحلو. الميك اب كان رائع، يعني حصه ابدعت في الميك اب، اخذ معها الميك اب 25 دقيقه وكان نظيف رائع. شوف الميك اب ما احلى، انبسطنا في التجربه. باتل اوف ذا ارتست صراحه شيء جديد بالنسبه للبوتيكار طبعا، وايد حلو، وايد وايد المنافسه حلوه، وضربنا وايد بس كانت منافسه شريفه. وايد حلو الشيء، حبيت التجربه، حبيت مكياج امل وايد،
وحتى طبعا حصه مكياجها كان على الموديل الثانيه وايد جميل. يعطيهم العافيه ويعطيكم العافيه كلكم، استانسنا وايد وياكم.